طيب بين تحول الاهلي يبدا النزيف والحق ده هيقع، ثم تبص تلاقي ابتهاج وفرحه وزغروت. قصه كل يوم، قصه كل قصة يوم، قصه كل يوم. يفضلوا مضطرين للاشاده بيك لحد ما تيجي لحظه وعكه يصوروا ان الدنيا انتهت. طيب كانت البطل في الاحداث دي كلها بالذات مباراه بيراميدز، المشهد اللي عليه فوكس شويه الشناوي. هنلاقي ما بين كل المنشطات وكل حتى المواقع الشناوي في العناوين كلها وتحميله المسؤوليه، لدرجه انه الاهرام المسائي الشناوي احدث ازمات الاهلي، وقال لك الشناوي معركه الاهلي. بصوا بقى الضرب في تحت الحزام، موسيماني يسير ضد التيار ويطلب تدعيم المرمى ببسام، قصة الحضر جوزيه تهدد حارس الشياطين وتوصية بالتهدية من أجل كايزر. كده الكلام معناه أنه موسيماني مش طايق الشناوي، والحقوا هاتولي بسام الجون بتاع طلاع الجيش، والحق ده موسيماني بيكرر فعلة مانويل جوزيه مع عصام الحضر. هل ده حصل؟ هو موسيماني ده ساب البلد ومشي؟ يعني ما ينفعش يتكلم؟ طب اهو اتكلم يا سيدي وقال رايه في الشناوي. I think another one to substitute. Ah, because we made a mistake. عشان عمل خطا يعني كان المفروض يجيب. It's not the first one. Which goalkeeper doesn't make mistakes? مين حارس مرة في الدنيا ما بيعملش أخطاء؟ Because when you are leading a play good and okay, I respect I respect your opinion. أنا بحترم وجهة نظر حياتك، رأيك. I stay loyal to Shinawi because he saved us so many times. أنقذنا فترات كتير. And I want you to ask me the same question. بسألك نفس السؤال. When we win, لما نكسب عليك تسألني نفس السؤال. You must ask me the same question. اسألني فلك لما نكسب. Shinawi will never be happy with you. At the beginning, it's okay. It's okay. Ali is very good. Ali came to play against Zamalek. He's very good. He's very good. He's very good. But Shinawi is number one. But Shinawi is number one. Okay. And he's not number one for Ali. مش نمرة واحد بس للأهلي. He's number one for your country. للبلد كلها، للمنتخب مصر كله. تمام. للبلد كلها. كيف؟ يعني اللي يذهلك إن اللي يسمع هذا المؤتمر ويخرج يكتب هذه المنشتات، يعني ايه الوازع والضمير اللي يخلي واحد يطلع يعكس الحقيقة تماما؟ الراجل منزعج من فكرة ان حد بيسأله على خطأ الشناوي، بيقول هو في حارس في العالم ما بيخطئش؟ ده مش حارس رقم واحد في الاهلي، ده على مصر كلها. هو انتوا ناسيين كسبنا قد ايه؟ ده كلام تخرج منه وتقول موسيماني يبحث عن بسام وتجربة الحضري وجوسيه تهدد الشناوي. بعد صاحب الشأن ما اتكلم، بعد ما سمعتوه، يعني واحد يقول والنبي